العشر الأواخر. نحن في شهر كثير خيره، عظيم بره، جزيلة بركته، تعددت مدائحه في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسوله الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم. وقد خص هذا الشهر العظيم بميزة ليست لغيره من الشهور، وهي ليال عشر مباركة، هي العشر الأواخر التي يمن الله تعالى بها على عباده بالعتق من النار. وها نحن الآن في هذه الأيام المباركة، فحق لنا أن نستغلها أحسن استغلال بالاعتكاف وإحياء هذه الليالي المباركة بالصلاة والذكر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. فكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في هذه الليالي للصلاة والذكر، حرصا على اغتنامها بما هي جديرة به من العبادة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. وشد المئزر هو كناية عن اعتزال النساء والجد والاجتهاد، وما ذلك إلا تفرغا للعبادة وقطعا للشواغل والصوارف وتحريا لليلة القدر، هذه الليلة الشريفة المباركة التي جعل الله العمل فيها خيرا من العمل في ألف شهر. فقال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. في هذه الليلة تقدر مقادير الخلائق على مدار العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات والسعداء والأشقياء والآجال والأرزاق. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فاحرص أخي المسلم على الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، واجتهد في هذه الليالي والأيام، وتعرض لنفحات الرب الكريم المتفضل، عسى أن تصيبك نفحة من نفحاته لا تشقى بعدها أبدا. وأكثر من الدعاء والتضرع، ولا سيما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.